مباشرة من رباط السيد أحمد أخشيشن نائب رئيس مجلس المستشارين، أهلا بكم. إذا المنتدى البرلماني الدولي السادس، أهلا بكم. المنتدى البرلماني الدولي السادس انطلق اليوم في الرباط. سؤالي، كيف يمكن للحوار الاجتماعي أن يكون أداة فاعلة من أجل الوصول إلى عدالة اجتماعية؟ هو بالفعل استاذ سلا كما تفضلتوا في الورقه التقديميه حول المنتدى، الاختيار ديال هذا الموضوع هو اولا اطلاق مسلسل. بالطبع في المغرب تدبير العلاقات في المحادثات الانتاجيه والعلاقات في المجال ديال الشغل عرفت اشواط كبيره في السابق، وبالفعل كاين هناك رصيد لا يستهان به في هذا المجال ديال الحوار الاجتماعي. ما نطمح اليه احنا على مستوى المجلس بشراكه مع شريكنا المؤسساتي اللي هو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وهو اننا نرسخوا ابتداء من هذه المحطه اللي احنا فيها، وبناء على التصنيف اللي تفضلتوا به حول الواقع الان من بعد الازمه ديال الكوفيد ومن بعد الاوضاع اللي كيعرفها العالم اليوم، اننا نمشيو في تدبير العلاقات داخل الوحدات الانتاجيه وعلى مستوى المجالات الترابيه في كل ما يرتبط بقضايا الشغل بمنطق غير المنطق ديال التصادم اللي يمكن كان سائد في فترات سابقه. الان في كل المجتمعات المتقدمه كاين هناك نزوع نحو ارساء اليات دائمه كتكون فيها الأطراف عندها حضور مستمر باقتراحات منتظمة، ولكن أساسا بأدوات اشتغال اللي تكون فعلا كتراعي بعين الاعتبار أساسا الظرفيات اللي كتجتازها الاقتصاديات المعنية، وكتراعي كذلك الظروف المجتمعية اللي كيعيشها كل مجتمع. البديل عن هذا وهو أننا نمشيو نحو تدبير أكثر بغينا نقولوا انفتاحا على المجهول، واللي بدون شك ما عند حتى شي طرف المصلحة فيه. ما هو أساسي وهو أن التقطنا على مستوى مجلس المستشارين بأن كاين هناك إرادة حقيقية أولا لدى الحكومة، والسيد رئيس الحكومة اليوم أعلن بأن فعلا غادي يتم الإطلاق يوم الخميس المقبل ديال الدورة المقبلة ديال الحوار الاجتماعي على المستوى الوطني، بمعنى أن الحكومة عندها إرادة حقيقية في اعتماد هذه المنهجية. من جهة ثانية مختلف المتدخلين الآخرين سواء على مستوى أرباب العمل أو على مستوى المركزيات النقابية عبروا كذلك من خلال تدخلاتهم ومن خلال مواقفهم في الفترة الأخيرة بأن هناك إرادة حقيقية في دفع الملفات كلها لآفاق أكبر وأكثر رحابة. اسمح لي أقف سي خشيشن عند نقطة وردت على لسان شامي، قال من المفترض أن ينفتح الحوار الاجتماعي على نقاط أخرى من قبيل القدرة الشرائية، الأسعار، الأجور، هل يمكن هذا الانفتاح أن يمتص أو يجنبنا ما أشرتم إليه هذا التصادم في ظل وجود هذا الرغبة في انفتاح الحوار الاجتماعي على قضايا أكثر إلحاحا ترتبط أيضا بالظرفية الراهنة؟ بالفعل استاذ سناء، الواقع الامر انه النقاشات اللي كانت كتجري في السابق حول الاوضاع داخل الوحدات الانتاجيه كانت كتنصب اساسا حول الاوضاع الماديه ديال الشغيله. اليوم الكل عنده وعي حقيقي بان التدبير المشترك من طرف لا المشغلين ولا الناس اللي كيساهموا في العمليه الانتاجيه ديال وحدات الانتاج والحفاظ عليها وضروره ضمان استدامه حقيقيه للفعل الانتاجي هو اللي كيفضي الى ان ثقافه الحوار هي المدخل والمخرج الوحيد اللي يمكن له يجنبنا فعلا هذه الازمات والصدامات اللي يمكن ترتقبها في بعض المحطات. طموحنا احنا وهو اننا هذه الديناميه اللي الان حولها توافق على المستوى الوطني يتم نقلها ليس فقط على مستوى الوحدات الانتاجيه، ولكن كذلك على مستوى المجالات الترابيه الاخرى، الجهات والاقاليم وفي بعض الحالات حتى بعض الجماعات، وتكون كذلك عندها ترصيد على مستوى قطاعي باش يمكن الى رجعنا مثلا السنه المقبله نقولوا بان فعلا تقدمنا في تثبيت هذه الثقافه اللي هي ثقافه الحوار، اللي بدونها الان كينقع عند الجميع بان بدون ارساء هذه الثقافه ما غادي يمكنناش نستمروا في تطوير العلاقات الانتاجيه بشكل ممكن.